بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الوقفات مع آيات الصيام ومع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب بفضيلته ومرحبا به وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة، لا يزال الحديث حول سورة القدر، وقد تحدث فضيلته عن الآيات الأولى في هذه السورة، والحديث لا يزال عن قول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فضيلة الشيخ، تحدثتم عن الملائكة وعن المقصود والمراد بالروح في هذه الآية، وهنا نود أن نسأل عن ما يرد من بعض الأسماء للملائكة ومهماتهم وأعمالهم، هل تحدثتم عن ذلك وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الملائكة عباد من عباد الله من عالم الغيب، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله عز وجل وجعل لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، فمنهم من له أكثر من أربعة أجنحة، ولا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يأمرهم بأوامر في الكون ينفذونها، وهم أصناف حسب أعمالهم، فمنهم من هو موكل بحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يلازمون الإنسان فيسجلون عليه ما يصدر منه من خير أو شر في صحائف أعماله، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الحوامل. فالله جل وعلا إذا أنهى الجنين الطور الرابع أو الشهر الرابع نفخت فيه الروح، أرسل الله إليه ملكا يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، وهو ميكال. ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم من الليل يستفتح تهجده بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فخص هؤلاء الملائكة لعظم ما يقومون به، فإن جبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح، وميكائيل لأنه موكل بحياة الأرض والنبات، وإسرافيل لأنه موكل بالنفخ في الصور والبعث يوم القيامة. ومن الملائكة من هو موكل بالجبال، ومن الملائكة من هو موكل بخزانة الجنة والنار. فالملائكة كل له عمل، ومن الملائكة من هم موكلون بقبض الأرواح عند نهاية الآجال، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في الآية الأخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. فقبض الأرواح له ملائكة، ولهذه الملائكة رئيس
هو ملك الموت وهم أعوانه. فالله جل وعلا خلق هؤلاء الملائكة أولا لعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك موكلون أيضا بتدابير الكون بأمر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بالملائكة فإنه لا يكون مؤمنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تطرقتم إلى ملك الموت وأعوانه، هناك من يسمي ملك الموت بعزرائيل، فهل لهذه التسمية أصل فضيلة الشيخ؟ هذا لم يثبت، ورد لكنه لم يثبت تسميته، إنما الذي ثبت تسميتهم هم هؤلاء جبريل وميكال وإسرافيل ومالك، مالك الذي هو خازن النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك أحياناً تطرح أسئلة حول خلق الملائكة، مما خلق الملائكة؟ جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من نار، وأن آدم خلق من تراب. نعم. إذن على هذا إبليس ليس من الملائكة، لم يكن من الملائكة. صحيح أنه ليس من الملائكة. نعم. صحيح أنه ليس من الملائكة لأنه مخلوق من نار، وأما الملائكة فإنهم مخلوقون من نور، لكنه كان مع الملائكة يتعبد معهم، فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فإن إبليس تكبر وعصى أمر ربه عز وجل، فاستحق من الله العقوبة على تكبره وحسده لآدم. نعم. الصفات الخلقية شيخ وهيئاتهم الخلقية، ما الذي ورد فيها؟ ذكرتم طرفا منها في مطلع حديثكم حول هذا. خلقة الملائكة لا يعلمها إلا الله، ولذلك يأتون إلى بني آدم بصور البشر، يأتون كما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وكثيرا ما كان يأتيه بصورة دحية الكلب رضي الله عنه، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على خلقته. قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته مرتين، مرة هو في بطحاء مكة له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ومرة رآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من الأفضل الملائكة أم صالح البشر؟ هذه مسألة لا طائل تحتها، بحثها بعض العلماء وذكر ملخص هذا البحث شارح الطحاوية، وانتهى إلى أن البحث في هذا لا طائل تحته. نعم. ما يقال يا شيخ أن في ذلك ترغيبا لبني البشر للعمل الصالح وترقب الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الفصل في هذه المسألة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يشمل الملائكة وبني آدم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، أرسل الله الملائكة ونزلت نصرا لأهل بدر، فهل كان المسلمون والمشركون يرونهم؟ نعم، الملائكة ينزلهم الله أيضا لإعانة المسلمين في القتال، كما جاء ذلك في وقعة بدر وغيرها، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فينزلون لتثبيت المسلمين وتشجيعهم وإعانتهم وإرهاب عدوهم، فهم ينزلون بأمر الله سبحانه وتعالى عند القتال بين المسلمين والكفار، إذا كان المسلمون يقاتلون في سبيل الله لإعانة المسلمين على عدوهم، كما جاء ذلك في القرآن. وإبليس رآهم، ولهذا قال: إني أرى ما لا ترون، في وقعة بدر لما رأى الملائكة هرب وقال: إني أرى ما لا ترون، ويزين لهم الشيطان أعمالهم قال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه
وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فرأى الملائكة فهرب لأنه لا يجتمع هو والملائكة. أما المؤمنون فقد يرونهم لكن في غير خلقتهم الحقيقية. نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، هل ثبت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصر المسلمون بالملائكة؟ ورد شيء من هذا؟ نعم. أقول هل ثبت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصر المسلمون، أي ثبتت روايات بنزول الملائكة أو شيء من هذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل للمسلمين النصر ويحصل لهم تأييد الملائكة بأمر الله، لكن إثبات هذا يحتاج إلى دليل. نعم. وهذا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ما يعول على ما ينقل أحيانا في العصر الحاضر من مشاهدات بعض الناس في القتال الكفار وما إلى ذلك؟ لا يجزم بهذا. نعم. إنما يجزم بهذا فيما جاء به الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ، قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ما المقصود به شيخ؟ ليلة القدر. نعم. سلام هي أي ليلة القدر، أنها كلها سلام من أولها إلى آخرها، سلام من الشرور ومن المعاصي ومن المخالفات، فكلها خير وكلها سلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما بين. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.